مرحبا بكل من التحق بينا في برنامج الماتينال. نمشيو نخدموا مع الشيف. مرحبا بك فاطمه. مشاهدينا مرحبا بكم في الاخر. باش نجيو للشيف فتحيه تعاود تذكرنا بالوصفه نتاع البسكوي المزيان هذايا. انا ذقته ونقول لكم راهو بنين غارانتي. هو بسكوي سهل برشا. عملت خلطه نتاع بسكوي ابيض فاني وعملت خلطه بسكوي كاكاو، طيبت غاناش. البسكوي نتاعي عجنته بالفرينة سبيسيال جاتو ورده، حطيت فيه زبده وزيت ديو بلس على خاطر الزيت يخليه يتحمل اكثر التطيب والفرينة نتاعو تطيب بالكدا. جست عملته مغبغين، خلطوا اللي بالشوكولاته اللي بالكاكاو مع اللي بالفاني، ومن بعد نعملهم كعب نعبيو فيه شويه كاكاو شويه قناش في وسطه ويتيب في كوشه 180. معناها سهله وبسيطه. ما تنساوش في البسكوي نتاعنا لابد تحطوا سكر فاني سمارت شيف، خاطر تعرفوا نكهه البسكوي هي الباز نتاعها راهو هو سكر فاني. فيه جست اصفر عظم وعظمه كامله، معناها ما تكثروش ابيض العظمه خاطر يبدل التكستور. هذاك علاش انا نخدم بالاصفر العظمه وحده وعظمه بركه كامله في الخليط نتاعي. نشكر مزودينا على المنتوج المزيان اللي نخدموا به. نقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى. مشكوره شيف فتحيه. دونك هذايا كان البسكوي فوغي كيف ما شفنا بالقناش اللي عملتها شيف فتحيه بالشوكولاته. انا ساده مشاهدين اليوم حضرت زوز وصفات خفاف كما قلت لكم نتاع فطور خفيف والا نتاع عشاء خفيف. اول وصفه كانت الكفته، شفنا كيفاش حضرنا كفته اليوم بالسردينه. نعرفوا السردينه وقيمتها الغذائيه وحتى ماتريالمون ما تكلفش، حتى ماديا ما تكلفش ياسر. دونك بعد ما اشيناها الكفته نتاعنا زدت عليها شويه بصل مفروم، شويه معدنوس، وشويه شبت كيف كيف فرمناها وقصيناها جيدين. معاهم حطيت شويه ملح، فلفل اكحل، كمون، شويه تابل، وشويه كان تحبوا هريسه والا شويه فلفل زينه يعطيها توزويزه. هذه الكل زدنا عليها بطاطا مسموطه كعيبتين نتاع بطاطا، صمتناهم ومن بعد درسناهم خليناهم يبردوا وزدناهم مع السردينه اللي فرمناها. تخلطوا الكل مع بعضهم، لميناهم كعيبات اصفر عظم 3 كعبات 4 كعبات حسب كميه السردينه اللي تستعمل فيها. من بعد يتعداو يتقلاو في زيت نجمه دو بلوس، هذايا اللي انا نستعمله في كوجينتي ديما خاطر يتحمل بس سخانه بالكدا وما يدخنش سيغتو ويعطيني فريتور مزيانه. بعد ما تقليت الكفته حضرت لها صوص طماط، استعملت فيها طماطم مدشه بالثوم من عند سيكام. الطماطم هذيا اللي هي فريشكه مدشه ومحفوظه بطريقه صحيه من غير ما نزيدوها حتى اضافات لا ملونات ولا مواد حافظه. نستحفظوا على الطماطم هذيا، نستعملوها في الصوص كيف ما هكا. زدت عليها انا شويه ثوم، شويه ملح وفلفل اكحل، وحطيت لها شويه زعتر والا كان تحبوا شويه حبق، تجي بنينه برشا. ما تنسوش قرين فلفل في الاخر. بالنسبه للسلطه اليوم، سلطه حبيت نعمل السلطه الشرقيه المعروفه برشا اللي هي سلطه الخيار. الخيار بلبن، يعملوا الخيار يعملوا له معناها مارينات نتاع عرايب والا البن ولا حتى ياغورت ناتوريل يتحل، معناها شويه تركض ويتحل. زيد معاه شويه زيت نجمه، شويه ثوم، وشويه قارص، وحطيت معاهم شويه لوز مدشش. كان تحبوا كيما قلت لكم تزيدوهم نعناع شايح مع عصيره قارص يعطيو نكهه بنينه للسلطه. هذوما مقترحاتنا كيف ما قالت الشيف فتحيه. نشكر المزودين اللي ديما يوفروا لنا حوايج بنينه. النجم الكفته نتاع اليوم كيف ما عملناها بالسردينه، تحب تربح الوقت تستعمل فيها تن الموجة وإلا تن البدر، تسقطر مليح من الزيت نتاعو وتفتته هو وتزيد الكفتة، تحصر على حاجة مزيانة برشا. نجم تزيدها زادة الفخوماج كان أنت تحب. عندنا فخوماج مرياح اللي هو رسمي معانا في اللي بريباراسيون كولينير اللي نعملوهم في كوجينتنا. إن شاء الله يا ربي نكونوا سهلوا عليكم فكرة الدبارة كل يوم. تابعونا في برنامج الماتينال نهار اثنين ملتقانا بحول الله. إلى اللقاء. لشيف نجو الختام، نبداو معك صفصوف. الختام يا فاطمه كالعاده ما يكون كان بالغوميرسيمون للسبونسور نتاعنا اللي لاهين بينا وفرحانين بينا، ونبدا بالارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي اللي تلقاو في حي الواحات العوينه باج فيسبوك اي باج انستغرام الارتيست كوافور يمن، وتابعوا لي برومو اللي عنده. كيف كيف نعمل غوميرسيمون الجويس اللي قاعد يلبس، هي تلقاوها في 3 بوان دو فونت، تلقاو في تونس سكره تونس سكره ياسمين الحمامات ونابل، عنده حوايج نساء ورجال الكبار وصغار، اكسسوارات وصبابط وسيكان وايتاج كامل للديكوراسيون. وما تنساوش بون تابعوا الباج فيسبوك جويس، باج انستغرام جويس اوفيسيال، وما تنساوش لي بلاك فرايداي اللي يكون نهار جمعه موجودين في جويس والا في الفونت اون لين نتاعهم. مشكوره صفينة. كيف كيف نشكر سنتر ديستيك باك ستيج، تلقاوه في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج، ديما عندهم دي باك تنجموا تدخلوا وتكتشفوهم. كيف كيف نشكر سي ان ديم البوتيك اللي تلبس فيه، تلقاوه في طريق سكره باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. نشكر
إنزو شوز تلقاوها في المنزه السابع بعد سنتر إكرام. دونك إنزو شوز كل جمعتين ما عندهم كوليكسيون جديدة للكبار والصغار، كيف كيف عندهم بوانتور لنساء من 41 ل 44، راك نجم تلقى إصابات اليواتيك بشوى المتنوع والمتوفر عند إنزو شوز. ليفغيزون زادة موجودة، اطلبوهم على أرقام ونلتقاهم على باج فيسبوك وإنستغرام وتعرفوا وين ولا كيفاش ولا بقداش توصل ليفغيزون. ميرسي بوكو إيكيب الأعداد زميلتنا هلا بن جمعة وزميلنا رشد البي، ميرسي ليكيب تكنيك، ميرسي بوكو جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا إن شاء الله نهار اثنين، بسلامة. وردة سرها المحبة. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كي فاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. شيف مسهل هالبنة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصته ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ لا، لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية.
إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبونات. وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة، اليوم نودوكم أمانة. أوديليس المال جديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك.